قال الحسين ابن أحمد النجمي: عجبت لمن يشكك في البخاري ومن قزم يزهد في الكبار، فلا عجب وكيف لعين أعمى ترى شمس الظهيرة في النهار. يدافع عن صليبيين قاموا على الصور المسيئة في احتقار، لخير الخلق أرفعهم مقاما وأشرفهم خيارا من خيار. وذلك رأي مفتون جهول وخافقه من الإيمان عاري، يخالف كل من شهدوا بصدق لنهر السنة الغراء جاري، ويزعم أن ما بكتاب ربي تناقضه أحاديث البخاري، وليس يرى الحقيقة في سطوع ويزهد في البديع من النضار. وذلك حال من نظروا وهاموا لأعداء العقيدة في انبهار، فصاروا بيننا أرباب فكر يخالف دين أرض خير دار. بلاد المسجدين ومن عليها تنزل وحي ربي بانهمار، على خير الورى من زاد ذلا لرب الكون في كل انتصار. ومن قد حاربوه بكل أرض بأنواع المكائد والحصار، فجاء النصر من رب البرايا يدمر كل آلات الدمار. فمن بدر إلى أحد وتمضي إلى حطين أو ذات الصواري، بطولات لناصر الدين تترى وكان كماتها الأسد الضواري. هم الفخر الحقيقي الموشى بأبيضنا على درب خضرار. فذاك المجد ليس لهذا باغ يعاد الدين واغد كالحمار، فموعده وموعدنا جميعا بيوم الحشر في دار القرار. لتلقى كل نفس عدل ربي، فكيف لمن تجرأ باعتذار. وصلى خالقي ما لاح برق ومزن الغيث آذن بانهمار. وصلوا يا أحبائي كثيرا عليه لتعتقوا من شر نار. على خير الورى خلقا وخلقا بها أنهي القصيدة باختصار. على